بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معانا ريفيجن على يونت 6 أو المراجعة على الوحدة الستة، عشان إن شاء الله نبدأ الوحدة السابعة وإحنا مقفلين يونت 6. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلنا نردد الدعاء في الأول. طبعا أول حاجة لابد إن إحنا بنأكد عليها الكونفرزيشن، المحادثة، نحفظها كويس، نحفظها. أنا مش بقول لكم اقرأوها، أنا بقول لكم احفظوها. قلنا لتنمية الثروة اللغوية، يعني تنمية لغتنا، نقرأ جملة كاملة، وبعدين بتفيدنا وإحنا بنحل أي سؤال في الامتحان. بالنسبة للكونفرزيشن بيننا منى أند كريم، هاي كريم، What are you doing? هاي كريم، عايزاكم ترددوها، ما بقول لكوش اقرأوها، أنا بقول لكم احفظوها، عايزة تنمية اللغة بتاعتنا. هاي كريم، What are you doing? هاي كريم، What are you doing? I am helping Mr. Khalid clean up the music room. I am helping Mr. Khalid clean up the music room. He is getting ready for the concert. He is getting ready for the concert. Can I help you? Can I help you? Sure, you can move the pass. Put it over there by the window. Sure, you can move the pass. Put it over there by the window. Oh, I can't lift it by myself. It's so heavy. Oh, I can't lift it by myself. It's so heavy. Here, I will take it. Here, I will take it. Look out, there is a box behind you. Look out, there is a box behind you. Oh, what's going on in here? What's going on in here? We are cleaning up. We are cleaning up. طبعا ده الconversation، المحادثة اللي احنا واخدينها في الدرس الأول. كان عندنا مين؟ منى بتقول له هاي كريم، يعني أهلا كريم. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ قال لها I am helping Mr. Khalid clean up the music room. بساعد مستر خالد إنه ينظف حجرة الموسيقى. He is getting ready for the concert. بيستعد الحفلة موسيقية. قالت له can I help you؟ ممكن أساعدك؟ قال لها sure، بالتأكيد. You can move the bus, put it over there by the window. ممكن تحرك الباص وتضعيه خلف إيه؟ أو بجوار الويندو، الشباك. آه طبعا هنا بتشتغل ومش قادرة. I can't lift it by myself. I can't lift it by myself. ما أقدرش أشتغل بنفسي. It's so heavy. يعني ثقيل جدا. Here I will take it. قال لها هاخده. Look out. يعني احترسي. There is a box behind you. في صندوق خلفك. Oh, what's going on in here? دخلت المعلمة ميس ناديا. إيه اللي بيحصل هنا؟ قال لها رد كريم. قال لها We are cleaning up. We are cleaning up. يعني إحنا بننظف. بالنسبة لأهم الكلمات عندنا. تبا. Flute, tuba, flute, cymbals, drums, xylophone, electric keyboard, harp, cello, recorder, trumpet, طبعا دي آلات موسيقية لابد أن نحفظها spelling. عندنا طبعا اليونيكات بتركز على الادفيربس اوف مانرز اللي هو الظروف الحالة، وطبعا عشان نعبر عن الظرف بنضيف للصفة الواي، الظرف بإضافة الواي للصفة، والظرف ده بيجي بعد الفعل الأساسي، بيجي بعد الفعل الأساسي، يعني ما يجيش بعد أم وإز وأر مباشرة، ولكن يجي بعد فعل أساسي في الجملة. والظروف عندنا bad، badly، loud، loudly، slow، slowly، بنضيف الواي للصفة، quiet، quietly، quick، quickly، sad، sadly. طبعا for example، مثلا على سبيل المثال أحمد was sad، قلنا verb to be صفة، ولكن أحمد بلاد ذات شيله sadly، هنا بحزن، هنا played فعل أساسي. طبعا عندنا لو الصفة منتهية بواي بتحذف الواي ونضيف ily، happy، happily، happy، happily، يعني سعيد بسعادة. She was happy، سعيدة، دي الصفة. She played the harp happily. يبقى بعد الفعل الأساسي ظرف. عندنا الشاذ عندنا good، نحفظها will. Good الظرف منها will. Nader was a good boy. Nader was a good boy. Nader played the cymbals well. Well لأن الظرف من good إيه؟ well. لما نسأل عن الظرف بنسأل عنه بآلات الاستفهام how. How did she
or how did he أو how did they والفعل في المصدر play أو how did they play الفعل في المصدر، ولكن الإجابة بنجيب الفعل والفعل ماضي لأن عندنا did بنأجب عليها بفعل ماضي. He played the electric keyboard slowly. slowly يعني ببطء. بالنسبة برضو لأهم الكلمات كانت عندنا في اليونت students students اللي هم طلاب performance performance يعني أداء أو عرض second second يعني الثاني hit يعني الأكثر نجاحا hit orchestra orchestra فريق العازفين orchestra after يعني بعد وخدنا واحنا بندرس خدنا قبل مين فكرني بقبل ها انا هكتب وراكم قبل يعني before b e f O R E before يعني قبل بعد after before قبل spring spring اللي هو الربيع last الأخير play يعني مسرحية والفعل منها يعزف أو يلعب chorus 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 يعني فريق الغناء chorus soloist soloist يعني عازف منفرد soloist. بالنسبة للأفعال help helped move moved look looked play played perform performed clean up cleaned up lift lifted like liked practice practiced practice practiced am is are was where كتصرفات الافعال get got but but have had give gave work work do did can could take took make made write wrote sing sang. دي بالنسبه لتصرفات الافعال. طبعا عندنا is how to write a paragraph. طبعا هنا نتعلم واحنا بنكتب الباراجراف معانا في الاسئله ولو عندنا ايميل بنكتب to وfrom والسبجكت وطبعا المقدمه I am happy to write to this email to you I like playing music my favorite musical instrument is the harp I always practice with my friend Ali he likes playing that harp too my sister Sara plays the cello my brother Rami plays the drums يعني أخويا وأختي كل واحد جاب بيعزف على إيه We are getting ready for the concert بنستعد الحفلة See you soon أراك قريبا Yours محمد طبعا ده مين ده الإيميل لو قلنا عن الفيفوريت انسترومنت الآلات الموسيقية طبعا عندنا واحد نعمله ولكن ندخل على التيست اللي هو اختبار اليونت ونطبق عليه كل حاجة طبعا هنا check your vocab بعد ما نحفظ نسمع الكلمات لنفسنا طبعا دي أسئلة كتاب الورك بوك أسئلة كتاب الورك بوك بإجابتها يعني نحلها وبعد كده لما نحلها في الكتاب نعمل تشيك للأنسرز بتاعنا يعني الإجابات بتاعتنا طبعا ده كله حل أسئلة كتاب المدرسة عشان الصفحة بالعرض ففيها أجزاء ممسوحة بعد كده ناخد التست اللي عندنا على اليونت ونتناول التست مع بعض التست بيقول لنا ايه listen and circle يعني اسمع وحط دايره
How did they talk? How did they talk? How did he talk? التست معانا How did he talk? How السؤال الأول Listen and circle. How does عادل talk? How does عادل talks? He talks to them loudly. He talks to them loudly. يبقى عندنا letter B. نيجي عند letter B ونعمل عليها circle. Number two. Number two. Is it light? Is it light? هل هي خفيفة? No, it's so heavy. Is it light? No, it's so heavy. هل هي خفيفة? No, it's so heavy. ده هي ثقيلة جدا. It's so heavy. Who sang well? Who sang well? Yesterday, Amira sang well. Amira sang well. يبقى عندنا letter B برضو. Where did he have lunch? Where did he have lunch? أين تناول العشاء؟ طبعاً لنا إيه؟ At the restaurant. At the restaurant. Where did he have lunch? Where did you have lunch? Letter A. بعد كده عندنا السؤال الديالوج بنسمع ونكتب برضو في الفراغات. What's your favorite hobby? I like playing music. What's your favorite musical instrument? Instrument قلنا يعني آلة موسيقية. Who can spell INTRUMENT instrument يعني آلة موسيقية instrument آلة موسيقية my favorite one is the cello يعني إيه آلة التشيلو space do you play it قال له طبعا where do you play it where يعني أين I play it in the music room يعني حجرة الموسيقى نيجي على الريدنج اللي هي القراءة أو القطعة الباسج Choose the correct answer from A, B, C or D He played the bass slowly He played the drums يعني الطبلة اللي بالهنا الآلة اللي تعزف طبعا هنا شوز حذاء هاوس منزل كار لا He played the drum طبعا هنا letter D Number 2 The chorus sang a lot of songs طبعا الكورس المغنيين بيغنوا يبقى sang a lot of songs What's going on in طبعا كانت دي في الconversation المحادثة يبقى قلنا المحادثة تتحفظ عشان لو جات لنا في الاختياري What's going on in here There is peace in a soloists in the performance. طبعا هنا there weren't. ليه weren't? عشان soloists جمع يعني مغنيين أو عازفين. فطبعا هنا weren't. She played the xylophone. طبعا عايزين ظرف. فين الظرف هنا? Happily. قلنا الظرف فيه ly. What is peace of party? طبعا هنا what kind of party? ما نوع الحفلة? What kind of party? ما نوع الحفلة? I am helping Mr. Khalid clean كان اسمها في المحادثة ايه I am helping Mr. Khalid clean up يعني ينظف the music room The space is the musician who performs a solo طبعا اللي بيعزف منفرد طبعا اللي هو مين soloist يعني العازف المنفرد soloist نيجي لي السؤال اللي بعده circle the odd word الكلمة المختلفة lute, train, drum, tuba طبعا كلهم طبعا زي ما احنا شايفين آلات موسيقية مع عدا train قطار فطبعا كلمة القطار نستبدلها بآلة موسيقية وطبعا ما فيش أسهل من تشيلو نيجي هنا نكتب تشيلو drum, trumpet, drum, harp, water, trumpet برضو آلات موسيقية أما كلمة water ماء فنعمل سيركل عند كلمة water ونستبدلها برضو بآلة موسيقية وبرضو نكتب كلمة سهلة for example مثلا نكتب إيه مثلا pass P-A-S-S pass spring symbols fall summer طبعا دي كلها فصول السنة ما عدا مين ما عدا كلمة symbols اللي هي آلة موسيقية اللي هي الصاجات نكتب فصل من فصول السنة لسه ما نكتبش فصول السنة أربعة summer winter spring fall يبقى عندنا لسه مين winter اللي هو فصل الشتاء badly sadly loudly good كل دول ظروف ما عدا good طب الظرف من good مين ها الظرف من good well يبقى نشيل good ونحط مكانها well chorus orchestra well concert طبعا دي كلها متعلقة بالموسيقى ما عدا الظرف well نروح جايين على will ونحط على circle ممكن نكتب مين soloist يعني عازف منفرد S-O-L-O-I-S-T soloist
نيجي بعد كده عندنا سؤال الباسج. read the following and answer the questions. The students at our school gave their full performance last Saturday. They wrote and performed a play. The orchestra performed a lot of music. The chorus sang a lot of songs. Dina was the soloist on the violin and Sally sang well. At the end of the performance, the school had a pizza party for the students, their families, and their teachers. Everybody enjoyed the performance very well. كلهم استمتعوا بالعرض جدا. The students gave their speech performance. اسمه ايه؟ full. يبقى نعمل ايه؟ نحط سر او خط under full. حط خط تحت كلمة full. They ate. ها عندنا pizza. يبقى عندنا هنا pizza at the end. هنا بقول لنا what did the orchestra perform. تعال نشوف كلمة what did the orchestra perform. The orchestra performed a lot of music. نعمل عليها circle خط كده ونكتب عليها ايه؟ number 3 وننقلها تحت في النقط. Who was the soloist on the violin. نشوفها كده soloist at the violin. عندنا soloist مين؟ the soloist Dina. يبقى هنا نعمل underline نحط خط تحت جملة Dina. Dina was the soloist on the violin ونكتب عليها number 4 وننقلها تحت في النقط. بالنسبة لي السؤال اللي بعده write a paragraph our school music room. our school music room يعني حقرة الموسيقى بتاعتنا. ها مين يقول لي المقدمة اللي بنكتبها كده عن نفسنا الأول؟ I am a pupil. I am a pupil. I am 12 years old. I am in primary 6. طبعا دي جمل أول. بعد كده ندخل بقى نقول إيه؟ our school music. our ندخل في الموضوع. our نفس العنوان اللي جابهولنا. our school music. our school music is very big. يعني كبيرة جدا. we have drums. عندنا هناك drums. and cello there. عندنا فيها there يعني هناك فيها. ايه كمان؟ I help to clean. ساعد في تنظيفها. زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6. ها نقول ايه كمان؟ we are playing the drums there. بنعزف فيها على الطبل. and the cello we are. بعد كده عندنا rearrange the following. ترتيب الجمل. he طبعا sadly recorder the blade. he played the recorder sadly. مرة تانية he played the recorder sadly. الجملة اللي بعدها how. هنقول ايه؟ how did. ايوه How did she play the xylophone? How did she play the xylophone? كيف تعزف على الزيلفون الآلة الموسيقية الإكسلفون؟ بالنسبة لسؤال البانكتويشن I drank 3 bottles of water. طبعا الـ I capital. I drank 3 bottles of water. Number 2 Mazin doesn't live in Giza. ها نكتب Mazin capital الـ M capital. طبعا الاي وفي عندنا الفلستوب برضو هنا عندنا مازن الام كابيتال والفلستوب. وان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه مع التست الاخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه معانا تيست نمبر 2 listen and circle يعني نسمع ونحط دايره. نمبر 1 بتقول لها في الاستماع where is the drum. it's next to the window. It's next to the window. يبقى نعمل سيركل عند مين؟ It's next to the window. Number 2 What did they have? What did they have? They had a tea party. They had a tea party. What did they have? They had a tea party. يبقى نعمل سيركل عند they had a tea party. Number 3 Does Suha play the flute? Does Suha play the flute? Yes, she does. Yes, she does. يبقى عندنا letter A. Letter A. Number 4. Can you play the xylophone? Can you play the xylophone? بتقول لها في الانسر. Yes, can you play the xylophone? Yes, I can. Yes, I can. يبقى letter A. Can you play the xylophone?
نيجي عندنا لي question number 2 اللي هو الاستماع التاني. listen and complete. did your school have a concert last week? did your school have a concert last week? يبقى عندنا كلمة concert. ها هو can spell it. هي هسمعك واكتب وراك. concert 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 يعني حفلة موسيقية. yes it's great. the chorus sang on chorus اللي هم مجموعة العز المغنيين. يبقى نقول chorus spell chorus the chorus sang well. what about the orchestra? they performed music music music. who was the soloist? who was the soloist? أميرة محمد was the soloist. يبقى هنا soloist soloist the soloist. نيجي عندنا لي reading. choose the correct answer from A B C or D. she played the drum. عايزين ظرف. في عندنا drum يبقى في ظرف. فين الظرف هنا؟ letter D. طبعا كل دي صفات لكن دي اللي هي ظرف. number 2 I like music so I play this piece every day. طبعا انا بحب الموسيقى يبقى انا بعزف ايه كل يوم. طبعا هنا كل دي العاب لكن عندنا drum اللي هي الطبلة. space out there is a dog behind no. طبعا هنا look out. look out يعني احترس. there is a dog behind you. في كلب خلفك. there is a dog behind you. do you clean the room by yourself? do you clean the room by yourself? yourself يعني بنفسك. Aya is a good cook. she cooks well. عندنا cook يبقى عايزين ظرف. الظرف مين؟ well. كل طبعا دول صفات. good happy bad كلها adjectives لكن ده الادفيرب. قلنا good الظرف منها well. pupils can sing at school concert. او الطلاب او التلاميذ بيغنوا في الحفلة الموسيقية للمدرسة يبقى school concert. ياسر was the piece on the violin. طبعا هنا ياسر طبعا ايه عازف منفرد يبقى soloist. soloist يعني عازف منفرد. he is getting ready for the concert. امتى نجيب مع ready to؟ لو جه وراها فعل. ready to order واخدنا الترم الاولاني ولكن عندنا هنا he is getting for بدل في اسم يبقى في for لكن لو فعلا قلت to. بعد كده circle the old word and replace it with the correct one. لو جينا نبص عندنا boy cello flute harp. طبعا كل دي آلات موسيقية لكن ده ولد فطبعا هنعمل circle عند مين. وبعدين نحط آلة موسيقية وقلنا أبسط آلة اللي هي مثلا pass PASS. badly quietly loud quickly كل ديتي adverbs لكن ده adjective. ها نخليه adverb ازاي؟ نضيف له ال y ال o u d l y اصبح زيهم adverb. lute tuba shur drums كل دي آلات موسيقية لكن طبعا شور معناها بالتأكيد يبقى نعمل circle عند شور. وبعدين نكتب آلة موسيقية نكتب مثلا cello c e double l o. noisy meat quiet angry. ها مين اللي مختلف؟ طبعا ميت يبقى نعمل سيركل عند ميت. كل دي صفات لكن دي كلمة ميت لحمة. ونجيب ادجكتيف واسهل صفة تقابلنا مين؟ ممكن sad s a d sad. sadly spring summer winter كل دي فصول السنة. طب مين اللي مختلف؟ عندنا جايب لنا صفة نعمل سيركل عند الادجكتيف اللي هو sadly. وبعدين لسه مين من فصول السنة ما نكتبش؟ طبعا fall او autumn. الأسهل نكتب فول F A double L. بعد كده عندنا الباسج اللي هي القطعة. read the passage and answer the questions. last Friday was Mother's Day. our school held a concert. we loved music very much. all of us played musical instruments. I played the xylophone happily. my friend Ali played the tuba well. our teacher played the piano. some of our friends sang a lot of songs. Our mothers enjoyed a lot. It was really an interesting concert. We had fish after the concert. We spent a good time. نيجي number one. علي played space well. ها مين يقول هالي؟ خلي بالكم دي اسمها all لكن أنا بقول علي. يبقى علي إيه؟ علي played the tuba well. يبقى علي في السطر الثالث. علي played the tuba well. يبقى نعمل circle أو نحط خط تحت مين؟ تحت. they had space after
كانسر طبعا احنا قلنا وي هاد فيش يبقى they had a fish. question number 3 when was mother's day. when was mother's day نجيب when يعني متى. فين هنا ومتى؟ last friday. last friday was mother's day من نفس الجملة ونكتب على number 3 وننقلها تحت. نيجي على question number 4 طبعا الجملة اللي بعد ما احط خط بنقلها في الإجابة تحتها. what did the teacher play. teacher play نجيب كلمة teacher play من sentence. teacher our teacher played the piano. يبقى عندنا هنا هنحط سر خط تحت our teacher ونقول teacher played the piano أو the teacher played the piano ونكتب عليها number A number 4 بس نيجي على our ونخليها the نشطب our دي طبعا ونخليه نكتب مكان الكلمة دي the. يبقى الجملة أصبحت the teacher اللي أنا أكتبها في الإجابة بتاعتي the teacher played the piano نفس الجملة من القطعة وبقول لي the teacher نقول له the teacher played the piano. نيجي بعد كده writing write an email of 7 sentences هنكتب ايميل من 7 جمل. write an email to your friend Nurhan to tell her about your school performance. your name is Habiba. your email address is habibastudent.com. your friend's email address is nurhanstudent.com. تيجي عندنا التو طبعا تو هنا مين إلى من الصديقة اللي انت بتكتبي لها طبعا نورهان يبقى نكتب ايميل نورهان يبقى هنا نكتب ايميل نورهان اللي هو في السطر الأخير نور نورهان الياهو ستيودنت دوت كوم. طيب فروم مين طبعا عندنا فروم حبيبة يبقى نكتب ايميل حبيبة اللي هي مرسلة. السبجكت اللي انت بتكتبي about your school performance يبقى my school performance عارفين ان your بتتحول الى my انا باللي بتكلم يبقى my school my school performance. بعد كده بنبدأ بدير دير مين دير يعني عزيزتي نورهان اللي هي الشخص عندنا جنب تو بس نعمل الكابيتال بقى خلاص لان الايميل هو فقط اللي بيكتب بسمون دير نورهان وبعدين كوما بعدين نبدأ بمقدمة من شاطر يملين المقدمة ها I am happy to write to you how are you and your family طبعا هنا الايميل مرة تانية I am happy to send you this email I am happy to send you this email how are you and your family. نبدأ من اول السطر ونقول احنا هنتكلم عن school performance. I like music انا بحب الميوزك. my school مدرستي my school had a concert we played the drums عزفنا على الطبلة. we played well عزفنا كويس. my teachers المعلمين sang well. ننهي بقى really my school performance was طبعا هنا my school performance اي صفة ممكن اكتب صفة for example nice يعني كان لطيف. we had pizza after the concert بعد الحفلة وبعدين نكتب الخاتمة اليمين ها see you soon yours ممكن نخلي see you soon كده في نهاية السطر نكتب من اول السطر هنا yours for the concert وبعدين see you soon وبعدين الخاتمة yours ونكتب اسم الشخص مثلا طبعا عندنا مين حبيبة بس هنكتبها كابيتال حبيبة ونحطه في النهاية في الأسطر. ده شكل الإيميل اللي مفروض لو جالنا نكتب زيه في الامتحان. نيجي عندنا للسؤال number 7 rearrange the following sentences when ها من يملينا هكتب وراكو when was the performance مرة تانية when was the performance. نيجي number 2 she can move the bus again she can move the bus. آخر حاجة معنا البانكتويشن what نقول ايه what are you doing are you doing number 2 it's heavy it's so heavy علي it's so heavy علي. لو جينا نبص عندنا العلامات اللي احنا عدلناها في السنتنس في number 2 في number 1 it's so heavy علي في عندنا هنا على مخاطب هنحط فيه كومة. نيجي number 1 في عندنا ال W capital وفي عندنا ال question mark. في number 2 عندنا ال هنا مين الكومة اللي بتوضع قبل الاسم المخاطب وفي عندنا question mark ومن هنا وصلنا لنهاية التست عندنا number 2
أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة معنا تيست نمبر 2 listen and circle، يعني نسمع ونحط دايرة. نمبر 1 بتقول لها في الاستماع where is the drum، هتلاقي it's next to the window. It's next to the window، يبقى نعمل سيركل عند مين؟ It's next to the window. Number two، what did they have؟ What did they have؟ They had a tea party. They had a tea party. What did they have؟ They had a tea party. يبقى نعمل سيركل عند they had a tea party. Number three، does Suha play the flute؟ Does Suha play the flute? Yes, she does. Yes, she does. يبقى عندنا letter A. Letter A. Number 4. Can you play the xylophone? Can you play the xylophone? بتقول لها في الانسر. Yes. Can you play the xylophone? Yes, I can. Yes, I can. يبقى letter A. Can you play the xylophone? نيجي عندنا لـ question number 2 اللي هو الاستماع التاني. listen and complete. Did your school have a concert last week? Did your school have a concert last week? يبقى عندنا كلمة concert. ها هو can spell it. هي هسمعك واكتب وراك. concert. concert. concert يعني حفلة موسيقية. Yes, it's great. The chorus sang on chorus اللي هم مجموعة العز المغنيين. يبقى نقول chorus spell CHORUS. The chorus sing well. What about the orchestra? They performed music. 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 Who was the soloist? Who was the soloist? أميرة محمد was the soloist. يبقى هنا soloist SOLOIST. The soloist. نيجي عندنا لي reading. Choose the correct answer from A, B, C or D. She played the drum. عايزين ظرف. في عندنا drum يبقى في ظرف. فين الظرف هنا؟ letter D. طبعا كل دي صفات لكن دي اللي هي ظرف. Number 2. I like music so I play this piece every day. طبعا أنا بحب الموسيقى يبقى أنا بعزف إيه كل يوم؟ طبعا هنا كل دي ألعاب لكن عندنا drum اللي هي الطبلة. This piece out there is a dog behind no. طبعا هنا look out. look out يعني احترس. there is a dog behind you. في كلب خلفك. there is a dog behind you. do you clean the room by yourself? do you clean the room by yourself? yourself يعني بنفسك. Aya is a good cook. she cooks well. عندنا cook يبقى عايزين ظرف. الظرف مين؟ well. كله طبعا دول صفات. good happy bad كلها adjectives لكن ده الادverb. قلنا good الظرف منها well. pupils can sing at school concert. أو الطلاب أو التلاميذ بيغنوا في الحفلة الموسيقية للمدرسة يبقى school concert. ياسر was the piece on the violin. طبعا هنا ياسر طبعا إيه؟ عازف منفرد يبقى soloist. soloist يعني عازف منفرد. he is getting ready for the concert. امتى نجيب مع ready to؟ لو جه وراها فعل. ready to order واخدنا الترم الأولاني ولكن عندنا هنا he is getting for بدل في اسم يبقى في for لكن لو فعلا قلت to. بعد كده circle the old word and replace it with the correct one. لو جينا نبص عندنا boy cello flute harp. طبعا كل دي آلات موسيقية لكن ده ولد فطبعا هنعمل circle عند مين. وبعدين نحط آلة موسيقية وقلنا أبسط آلة اللي هي مثلا pass PASS. badly quietly loud quickly كل ديتي adverbs لكن ده adjective. ها نخليه adverb ازاي؟ نضيف له ال y ال o u d l y اصبح زيهم adverb. lute tuba shur drums كل دي آلات موسيقية لكن طبعا شور معناها بالتأكيد يبقى نعمل circle عند شور. وبعدين نكتب آلة موسيقية نكتب مثلا cello c e double l o. noisy meat quiet angry. ها مين اللي مختلف؟ طبعا ميت يبقى نعمل سيركل عند ميت كل دي صفات لكن دي كلمة ميت لحمة. ونجيب adjective وأسهل صفة تقابلنا مين؟ ممكن sad s a d sad. sadly spring summer winter كل دي فصول السنة.
طب مين اللي مختلف عندنا؟ جايب لنا صفة، نعمل سيركل عند الادجكتيف اللي هو سادلي، وبعدين لسه مين من فصول السنة ما نكتبش؟ طبعا فول أو أوتم. الأسهل نكتب فول، F A double L. بعد كده عندنا الباسج اللي هي القطعة. Read the passage and answer the questions. Last Friday was Mother's Day. Our school held a concert. We loved music very much. All of us played musical instruments. I played the xylophone happily. My friend Ali played the tuba well. Our teacher played the piano. Some of our friends sang a lot of songs. Our mothers enjoyed a lot. It was really an interesting concert. We had fish after the concert. We spent a good time. نيجي number one. علي played space well. ها مين يقول هالي؟ خلي بالكم دي اسمها all، لكن انا بقول علي، يبقى علي ايه؟ علي played the tuba well. يبقى علي في السطر الثالث، علي played the tuba well. يبقى نعمل سيركل او نحط خط تحت مين؟ ذا tuba. They had space after concert. طبعا احنا قلنا we had fish، يبقى they had a fish. Question number 3. When was Mother's Day? When was Mother's Day؟ نجيب when يعني متى؟ فين هنا ومتى؟ last Friday. Last Friday was Mother's Day. من نفس الجملة، ونكتب على number 3 وننقلها تحت. نيجي على question number 4. طبعا الجملة لما بعد ما احط خط بنقلها في الإجابة تحتها. What did the teacher play? Teacher play. نجيب كلمة teacher play من sentence. Teacher. Our teacher played the piano. يبقى عندنا هنا هنحط سر خط تحت our teacher ونقول teacher played the piano أو the teacher played the piano، ونكتب عليها number A number 4. بس نيجي على our ونخليها the، نشطب our دي طبعا ونخليه نكتب مكان الكلمة دي the. يبقى الجملة أصبحت the teacher اللي أنا هكتبها في الإجابة بتاعتي the teacher played the piano، نفس الجملة من القطعة، وبقول لي the teacher، نقول له the teacher played the piano. نيجي بعد كده writing، write an email of 7 sentences. هنكتب إيميل من 7 جمل. Write an email to your friend Nurhan to tell her about your school performance. Your name is Habiba. Your email address is habiba.student.com. Your friend's email address is nurhan.student.com. تيجي عندنا التو. طبعا تو هنا مين؟ إلى مين الصديقة اللي انت بتكتبي لها؟ طبعا نورهان. يبقى نكتب إيميل نورهان. يبقى هنا نكتب إيميل نورهان اللي هو في السطر الأخير، نور نورهان الياهو.student.com. طيب from مين؟ طبعا عندنا from حبيبة، يبقى نكتب ايميل حبيبة اللي هي مرسلة. السبجكت اللي انت بتكتبي about your school performance، يبقى my school performance. عارفين ان your بتتحول الى my، انا باللي بتكلم، يبقى my school performance. بعد كده بنبدأ بdear. dear مين؟ dear يعني عزيزتي نورهان، اللي هي الشخص عندنا جنب تو. بس نعمل الكابيتال بقى خلاص، لان الايميل هو فقط اللي بيكتب بسمون دير نور هان، وبعدين كوما، بعدين نبدا بمقدمه. مين شاطر يملين المقدمه؟ ها I am happy to write to you. How are you and your family؟ طبعا هنا الايميل مره تانيه. I am happy to send you this email. How are you and your family؟ نبدا من اول السطر ونقول احنا هنتكلم عن سكول performance. I like music. أنا بحب الميوزك. My school مدرستي. My school had a concert. We played the drums. عزفنا على الطبلة. We played well. عزفنا كويس. My teachers المعلمين sang well. ننهي بقى really. My school performance was. طبعا هنا my school performance أي صفة ممكن أكتب صفة، for example nice يعني كان لطيف. We had pizza after the concert بعد الحفلة. وبعدين نكتب الخاتمة اليمين، ها see you soon yours. ممكن نخلي see you soon كده في نهاية السطر، نكتب من أول السطر هنا yours for the concert، وبعدين see you soon، وبعدين الخاتمة yours، ونكتب اسم الشخص مثلا. طبعا عندنا مين؟ حبيبة.
بس هنكتبها كابيتال حبيبة ونحطه في النهاية في الوسط. ده شكل الإيميل اللي مفروض لو جالنا نكتب زيه في الامتحان. نيجي عندنا للسؤال نمبر 7 rearrange the following sentences. when ها من يمال لينا هكتب ورقة when was the performance مرة تانية when was the performance. نيجي نمبر 2 she can move the bus again she can move the bus. اخر حاجة معانا البانكتويشن what نقول ايه what are you doing or you doing. number 2 it's heavy it's so heavy علي it's so heavy علي. لو جينا نبص عندنا العلامات اللي احنا عدلناها في السنتنس في نمبر 2 في نمبر 1 it's so heavy علي في عندنا هنا على مخاطب هنحط فيه كوما. نيجي نمبر 1 في عندنا ال W capital وفي عندنا ال question mark. في نمبر 2 عندنا ال هنا مين الكوما اللي بتوضع قبل الاسم المخاطب وفي عندنا question mark. ومن هنا وصلنا لنهاية التست عندنا number 2. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.